أكد سعادة المشرف على مركز ريادة الأعمال بالجامعة الدكتور عبد المحسن العرفج في اللقاء التعريفي بفرص التوطين ودور ريادة وبنك التنمية الاجتماعية في تأسيس وتمويل المنشآت الصغيرة. الفكر الريادي ذا مهم جدا، بغض النظر فتحت مشروع أو ما فتحته، فكر ريادي اشتغلت في قطاع حكومي ولا خاص، يجب يكون عندنا تصور ايش معنى ريادة الأعمال، ايش معنى الابتكار، وايش معنى أخذ المخاطرة. فمهم جدا تتعرضون أكبر قدر ممكن من الفعاليات والدورات التدريبية اللي لها علاقة بريادة الأعمال، لأنها مفيدة سواء فتح الإنسان مشروع الخاص أو لا. الوظائف الأخرى اللي بنسويها موضوع التدريب والتعليم، اشتغلنا يعني شغل جدا ممتاز أتوقع في موضوع مقرر أساسيات ريادة الأعمال من الفصل هذا، مقرر إلزامي من متطلبات الجامعة الاختيارية، سجلوا فيه 200 طالب وطالبة، فهذا يعلمهم الحين ايش معنى ريادة الأعمال. فموضوع الإدوكيشنز أو التعليم مشينا فيه زين، وبيكون عندنا بعد تحرك في بعض المقررات الأخرى. يذكر أن مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك فيصل وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب قد نظم لقاء تعريفيا بفرص التوطين ودور ريادة وبنك التنمية الاجتماعية في تأسيس وتمويل المنشآت الصغيرة. من الهدف من هذا تشجيع طبعا المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم، المساهمة في توفير عن فرص العمل للمواطنين، المساهمة في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني، تشجيع النشاط الاقتصادي المناطق في المناطق الأقل نموا. طبعا هناك عدة مسارات للبنك، من ضمنها مسار التميز. طبعا مسار التميز هذا يصل دعمه إلى تقريبا 4 مليون، وهذا الدعم يعني مثل مصانع أو روضات، مشاريع كبيرة. وأيضا هناك مسار آخر اللي هو مسار الاختراع. الاختراع أي واحد عنده اختراع ويبقى دعم من البنك، طبعا البنك تم دعمه. وتقريبا في مساره هذا المسار مع المسار التميز يتم تقديمه عن طريق نفس الموقع، بس عن طريق اللي هو إدارة البنك، وتم طبعا الموافقة عليه بعد دراسته وتم الدعم. وقد استعرض اللقاء العديد من المشاريع الواعدة والمستهدفة بالتوطين وشروط الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية، مؤكدين على دعم البنك لكل المبادرات التي يتبناها الشباب في تأسيس أعمالهم الخاصة، لا سيما وأن القرض من البنك يعتبر فرصة لا تعوض لتمويل المشاريع بقروض تصل إلى 500,000 ريال تسترد خلال 8 سنوات ودون فوائد.